نجحت اللجنة الأهلية بمحافظة أبين في استعادة العديد من المرافق الحكومية كان قد سطى عليها نافذون، آخرها مبنى مكتب الثقافة في مدينة زنجبار، المرفق الذي تعرض للدمار كغيره من المقار الحكومية إبان الحرب التي شهدتها المدينة، ليتحول بعد تحرير المحافظة إلى مأوى للنازحين. ونجحت اللجنة الأهلية المكونة من وجهاء وممثلين عن جهات حكومية بتكليف من السلطة المحلية في أولى مهامها. ناشدنا طبعا سيادة المحافظ والحكومة سيادة الوزير مروان حمد الماج بتأهيل المبنى من مسرح، من مكتبة، من دارات عامة، من مستدعات، وإن شاء الله سيادة المحافظ أعطت وجهاتها للأخ مدير الأشغال وغام مدير الأشغال والمغاول بأخذ تصاميم الدراسات للمبنى. رشيد أحد العاملين في مكتب الثقافة بالمحافظة منذ 10 سنوات يتذكر كيف قضى تلك السنوات قبل الحرب، ويشدد الآن على حاجة القطاع الثقافي في أبين عموما إلى القليل من الاهتمام، مؤكدا قدرة الحركة الثقافية في هذه المحافظة على انتشال الواقع المزري من خلال الأنشطة الثقافية الفنية والمسرحية وغيرها. قاعة المسرح في 10 رمضان نزل مدير الأشغال العامة ومع مهندس على أنه هو المقاول، وعملوا مساحات أولية على أنهم بيقوموا بترميم المسرح والإدارات الخاصة بإدارة الثقافة، ولحد الآن لنا حوالي انتهى شهر رمضان انتهى العيد، لحد الآن ما شفنا منهم أي حاجة. وأمام هذا الدمار الكبير الذي طال حتى المكاتب الثقافية إلى جانب المقرات الحكومية والخدمية والمنشآت الخاصة والعامة، تتعالى الأصوات الثقافية المطالبة بضرورة تأهيل مبنى الثقافة بأقسامه المختلفة وصولاً لإعادة إحياء النشاط الثقافي باعتباره انعكاساً لحالة الإبداع في المحافظة التي تعد واحدة من أكثر المحافظات الزاخرة بموروثها الثقافي الشعبي العريق الذي لا يجسد تاريخ أبين وحدها، بل جزءا من مسيرة التراث اليمني الحضاري الحافل بالإبداع في مختلف المجالات. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.